إخواني أخواتي متتبعين الكرام قناة شوف تيفي، حاليا بمشرع بالقصيري بالضبط من حي الفراقشة أمام معمل قصب سكر. غريب جدا ما يقع حاليا في المدينة بخصوص ملاعب القرب. خليكم معنا باش تشوفوا هذا المباشر هذا، لانه فعلا صوره غريبه جدا اللي غادي نعطيكم اخواني اخواتي المتتبعين الكرام. هذا ملعب قرب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عماله اقليم سيدي قاسم، ملعب متعدد الرياضات بمشرع بالقصيري. مشرع بالقصيري حاليا كتفتقد وكتعاني من ملاعب القرب، يعني صفر ملعب القرب، والمجلس الجماعي بحجة أنه ملقاش الأرضية باش يدير ملعب القرب بالعشب. فإذا به هو عندنا هنا ملعب قرب، والساكنة كتمشي تكبد عناء السفر ديال 30 كيلومتر 25 كيلومتر 20 كيلومتر على أساس أنها تمشي تلعب الكرة خارج المدينة، لأن المدينة فيها صفر ملعب قرب ديال الطابية ديال الأعشاب ديال العشب الأخضر. واخا ها أول حاجة هو الباب ما كيناش، باب يعني تسرق تحيد، والسبب هذا كامل راجع لأن هذا الملعب القرب هذا ما اعتناوش به وما عطاوش أهمية، لأن هذا الملعب أصلا تخسرت عليه أموال باهظة. المهم تجنبا لان الاطفال كيلعبوا الكره هنا، نحاولوا اننا نوجه لكم الصوره ديال التخريبات اللي تعرض لها هذا الملعب القرب. بالرغم من ان المجلس الجماعي ديال مدينه مشرع بالقصيري كياكد على انه ما لقاش الارضيه فين غادي يدير ملعب القرب اللي بالاعشاب بالعشب عفوا. ملعب القرب اللي بالعشبة هو هذا الملعب هذا، راه ممكن انه يتصلح ويترمم ودار له الطابية وها هو واجد. كما تشاهدون اخواني اخواتي بسبب يعني الاهمال ديال المسؤولين ان ملعب القرب تعرض لسرقة. علاش؟ لانهم حيدوا العساس ما بقاش العساس. اول سرقة هي الباب، ثاني سرقة ديال هاد النوافذ هذه اللي كانوا بالالومنيوم وكانوا بالشبيك من طراز الرافع، كذلك الباب ديال الإدارة أو ديال هذا المكتب هذا ديال هذا الملعب قرب حتى هو راه تسرق، بالإضافة إلى داك الشيء اللي كاين لداخل. يعني ما نقدرش أنا نوجهوه الإخوان باش يشوفوه لداخل، لأنه كاين حاشاكم شي حاجة ديال ماشي هي هذيك ديال البول الغائط إلى غير ذلك. هنا الفيستير، بيستير كذلك تعرض لسرقه ديال الباب، تعرض لسرقه ديال المجموعه ديال البريزات ديال الضو، هما الاخرين تسرقوا. زائد الداخل هذا تعتبر هو البيستير، وانا كنحاول ننقص من الصوره اخواني اخواتي، لان كاين شي حوايج يعني حتى الريحه كاينه كريهه بزاف، وانتم كتشوفوا يعني الفيستير ها هو مزلج بواحد الزليج يعني اللي في المستوى المطلوب، النوافذ هما حتى هما تسرقوا، الحمامات هما. انا كما كنحاول انني ننقص لكم من الصوره، ما كنبينش الارضيه لان الارضيه فيها واحد الصوره بشعه ماشي هي هذيك. هنا الباب ديال الدوش الاول، هنا الباب ديال الدوش الثاني، والدوشات يعني انتم كما كتشوفوا مزلجين من داخل يعني من الطراز الرفيع. كما اكد لكم حتى البريزات ديال الضوء ها هما تمت السرقه ديالهم، بالاضافه الى اللافافوات. يعني هما هنا كان واحد لافافوات ديال الغسيل، روبينيات، مكانه ديال الضوء، مكانه ديال الماء. يعني هذا الملعب القرب هذا خاص المسؤولين ضروري ومؤكد انهم يلتفتوا لهذا الملعب
وما نهضروش دابا على المسؤولين يعني ديال السياسيين، وانما نهضروا على المسؤولين ديال السلطه المحليه والسلطه الاقليميه، لان هذا المنظر هذا والله العظيم يعني كيدور في القلب صراحه. الله يهدي اخواني اخواتي. ملعب قرب تخسرت عليه اموال باهظه، حيدوا له العساس، ما بقاش فيه العساس، سرقوا له الماكن ديال الضو، سرقوا له الماكن ديال الماء، سرقوا له البيبان، سرقوا له سراجم، سرقوا له لافافوات، يعني ما بقاش يعني شي حاجه. حتى الاناره عنده، شوف ملعب يعني مجهز من جميع ما يكون، كما كتشوفوا عنده الاناره بروجيكتورات ديالو يعني في المستوى، مشجر عنده الاشجار ديالو كذلك في المستوى كما تتابعون اخواني اخواتي. ومع ذلك مع الاسف الشديد اعطى الله هو هذا. اذا اخواني اخواتي لنا عوده في موضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه